اهلا بيكم معايا في فيديو جديد النهاردة. النهاردة ان شاء الله هنعمل البيكاتا باللحمة والمشروم والكريمة اللباني. هي دي يا جماعة اكلة ايطالي جميلة جدا، انا عن نفسي بحبها قوي قوي. يعني النهاردة المكونات بتاعتنا اللحمة بتاعتك المقدار اللي انت حباه، طبعا هو دي ايه حاجة بتاعتك انت، بس هي بتبقى لحمة بتلو، وممكن لو عندك بوفتيك برضو بتبقى حلوة جدا وبتبقى سهلة في التسوية، بس انا بحب اللحمه بتبقى قطعه ستيك كده. يعني بصوا ايه بالتخانه دي، زي ما قلنا هي ايه، انا بستخدم فيها قطعه الستيك بتبقى بالتخانه دي. طبعا زي ما قلت لك انت عندك بوفتيك عادي بتعمليها بالبوفتيك مفيش مشكله. بنستخدم برضو زيت زيتون، معلقه صويا صوص صغيره جدا، كوبايه كريمه لباني كبيره. انا هستخدم النهارده المشروم بتاعي فريش، فانا نظفته اهو لان هو طبعا بيبقى في الطين وكده، فانا نظفته كويس. انا بنظفه بالفرشه الخضار عادي يعني كده، وبنقعه يا دوبك دقيقتين في ايه في ميه وخل واشيله على طول. بس خلي بالك وانت بتنظفيه بالفرشه انك يعني بن على الوش كده بالراحه جدا، لان هو بيبقى المشروم الصوص الايه سوري المشروم ضعيف. يعني معانا هنا دي تكايه حلوه جدا بقى انا بحب اضيفها، دي كريمه بطعم القشطه، يعني هي جبنه كريمي بطعم القشطه اهي زي ما احنا شايفين اهي، دي بتدي طعم وكثافه حلوه جدا للصوص بتاعنا. معانا معلقتين دقيق كبار بالظبط، معلقتين ممسوحين مش مليانين، معلقتين كبار بالظبط، ودي بصلايه متوسطه يعني اكبر من الصغيره شويه لان انا مش عايزه بصل كتير في الصوص بتاعي. تتفرم كويس جدا، ودول تقريبا فصنتهم بالظبط ايه مفرومين. والزبده يعني في ناس بتحب تعملها بالملح والفلفل الاسود، بس بصراحه انا جربتها كده وكده، لا لقيت ان انا لما بحط شويه البهارات البسيطه بتاعتي دي بتبقى احلى. يعني دي بصل باودر وفلفل اسود وملح، وده روزماري مطحون، والزعتر بيبقى حلو قوي معاها، وده ثوم مفروم. فالمكونات انت ما تضيفيش اكتر من كده، هي المكونات دي بس بتبقى حلوة جدا. فكده دي المكونات بتاعتنا. يلا بقى دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. احنا هنتبل اللحمة بالتوابل بتاعتنا بس ايه على الناشف كده. هنشوف بقى دلوقتي الخطوة الجاية تبقى ايه. دلوقتي بصوا دي طريقة التتبيلة بتاعتنا بالظبط كده، ده التوم الباودر او سوري البصل الباودر ده، عشان بس هما شبه بعض، بس طبعا في البصل اغمق شوية من التوم. والطريقة بتاعتهم يا جماعة زي ما قلتلكوا في على القناة اهو، لازم نتبل ايه الجزء كله يعني، وده التوم. احنا بعد ما هنتبل اللحمة بتاعتنا ايه هنحطها نص ساعة في التلاجة علشان ايه اللحمة يعني تشرب التتبيلة بتاعتنا كويس. وصدقوني اللي عايز يجرب بملح وفلفل بس يجرب، بس صدقوني التوابل اللي انا قلتلكوا عليها دي ايه حلوة اهي. وده الزعتر طبعا هنتبل في الوش التاني برضو اهو بقى، بعد ما حطينا التوابل كلها ندعك كويس كده اهو، هقلبها هتبلها برضو على الوش التاني وايه وارجع لكم على طول. دلوقتي انا قطعت الايه كميه المشروم بتاعتي، انت ايه بتتحكمي في الكميه بتاعتك، يعني حابه تزودي المشروم حابه تقلليه حابه يبقى الكميه بتاعتك وسط مفيش مشكله. بصوا هو ضعيف جدا، بصوا انا في اكله قبل كده برضو على القناه موجوده انا كنت استخدمت فيها المشروم المعلب، انت براحتك. بس بصراحه نصيحه مني وزي ما انا معوداكم كده بجيب لكم كل الحاجات من الاخر، ما تستخدميش في البيكاتا مشروم معلب، بيبقى في فرق جدا جدا في الطعم، لان المشروم في الاكله دي اساسي يا جماعه. فحاولي تجيبيه اللي هو المشروم الفريش. وعلى فكره يعني هو بيبقى يعني بيتباع ايه في اطباق، يعني في منه الطبق ب20 في طبق ب40 يعني حسب امكانياتك انت بتجيبي وبتحطيهم عندك
وبيتحط فيه يعني في اكلات كتير بصراحه، وهو اصلا مفيد جدا جدا، يعني فوائد المشروم حلوه جدا. فان شاء الله هعمل لكم برضو بالمشروم شوربه الكريمه بالفراخ برضو، انا بحب اصلا، انا من عشاق المطبخ الايطالي يعني. فان شاء الله هعمل لكم شويه حاجات ايه حلوه بالمشروم. هنروح دلوقتي احنا اللحمه بتاعتنا بقى لها حوالي نص ساعه، انا بحب احطها في الفريزر لما بكون مستعجله على حاجه، لان ايه بتسرع التتبيله بتاعتها. فهنطلع بقى اللحمه بتاعتنا وهنشوف هنعمل ايه. بصوا هي دلوقتي بقى لها تقريبا 10 دقايق، وطيت النار خالص وخدت اللون الصوص البني الجميل ده، مش قادره اوصف لكم الريحه رائعه، يعني هي تتاكل دلوقتي وهي شكلها شهي جدا. يعني احنا هنشيل اللحمه دي في طبق على جنب، هنعمل ايه بقى بعد كده؟ بصوا هو الصوص البني اللي انتوا شايفينه ده هو ده الغرض ايه اللي انا عايزاه. هنحط قطعه زبده تانيه، هنشوح البصل والثوم بتاعنا، نعلي بقى النار تاني، الصوص البني بتاعنا اللي نزل ده يا جماعة هو ده يعني من أساسيات عمل البيكاتا. مش عايزه البصل يعني يا دوبك بس كده ايه يشم النار. بص اللون البني الجميل، نحط المشروم. اساسا في ناس يا جماعه بتعمل الاكله دي بالمشروم كده بس، يعني بتبقى يعني ناس بتحب المشروم جدا، يا دوبك هو بيبقى بشويه بصل وثوم وزبده، المشروم ده بيبقى حلو جدا. ندي ايه المشروم بتاعنا تشويحه كده، اول بس ما المشروم بتاعنا من اللون الفاتح ده يغير لونه هنوطي بس شويه النار، وعايزين بس الايه المشروم يغير لونه ويدبل كده، لونه بيغمق. هنبتدي بقى ايه نحط اللحمه دلوقتي. بصوا هنحط يعني بس هي ايه الصويا صوص دول بس كده، احط بقى ايه الدقيق واقلب بسرعه، لازم فكره ان احنا نقلب بسرعه يا جماعه. بس ما تقلقوش يعني ايه كل ده هيفك مننا دلوقتي لما هنحط السوائل بتاعتنا. هننزل بقى اللحمه والصوص اللي نزل منها ده مهم جدا، اوعوا ترموه يعني اهو. هنحط بقى بعد كده طبعا عشان اللحمه تكمل السوا بتاعها، هنحط شوربه اللحمه بتاعتنا، مش هنحط الكريمه دلوقتي ولا الكريمه ولا الجبنه، متقلقوش الصوص هيتقل تاني متقلقوش، بس الميه دي هي اللي ايه هتسوي اللحمه. هغطيها واول ما اللحمه الصوص ده اللحمه هتكون استوت الصوص هيتقل مننا، وهنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. بصوا الصوص بتاعنا تقل ازاي ولسه هيتقل تاني كمان، بس اثناء اهو بصوا اثناء ما الصوص بتاعنا بالشكل ده هنحط الكريمه اللباني بتاعتنا. بصوا حابه اقول لكم حاجه، هنحط بس معلقه الجبنه، ايه معلقه الجبنه يا جماعه، معلقه الجبنه دي مش قادره اوصف لكم، بتدي طعم رائع جدا، بس لازم تكون جبنه مش بطعم جبنه شيدر او كده، جبنه كريمي تكون بطعم القشطه ماشي، يعني ما تكونش ايه ما يكونش ليها نكهه مميزه يعني.
بس ما تفكريش تحطي اي جبنه موتزاريلا او حاجه، يعني احنا دي بنحطها جبنه كريمي بطعم القشطه، هي ايه هتسيح في ال. انا بجد مش قادره اوصف لكم الريحه طعمها عامل ازاي. بصوا بقى الكريمه اللباني دلوقتي الكيلو بتاعها وصل ل 90 جنيه، حسب بقى المكان اللي هي ايه بتتباع فيه. ف البيكاتا معلش بعتذر منكم ان هي لازم، والله انتوا عارفين لما بيبقى في حاجه وينفع اوفر فيها بوفر، بس لو انت مزنوقه قوي وما عندكيش قدره ان انت تجيبي كريمه لباني، جيبي لبن وحطي عليه شويه يعني معلقه كده زي ما عملناها قبل كده في اكله برضو في موجوده على القناه. ايه هتحطي عليها معلقه اللي هي عارفين انتوا البشاميل الجاهز بتاع كنور ده، هتحطي عليه معلقه وتدوبيهم وتستخدميها. ممكن تجيبي لبن رايب، انا بحاول والله ايه يعني، بس انا برضو بقول لكم ان هي بالكريمه اللباني ده اساس الطعم بتاعها عشان يديكي الطعم بتاع بره. انا عايزه اقول لكم ان الطبق البيكاتا ده في المطعم بتدفع فيه فلوس كتير قوي، يعني لان هو مكوناته يعني ايه مش رخيصه. فبس زي ما بقول لك انت تقدري تجيبي باللبن الرايب او اللبن اللي تضيفوا عليه معلقه ايه اللي هو البودر بتاع البشاميل الجاهز زي ما قلت لكم كده. هسيبهم بقى يستوي خالص وايه والصوص بتاعي ده يبقى تقيل جدا. واوريكم بقى في الشاي اللوك في الاخر عامل ازاي. دلوقتي اهي معانا البيكاتا خلصت، طعمها رائع جدا يا جماعه، تحفه، شكلها جميل، بتتقدم مع الرز الابيض افضل، يعني هي في المطاعم الايطالي بيقدموها مع الرز الابيض. حابه انت تقدميها مع مكرونه براحتك حسب رغبتك انت، بس صدقيني هي بيبقى طعمها رائع مع الرز الابيض. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد، وفعلوا الجرس لان اشتراككم من غير تفعيل الجرس مش هيخلي الفيديوهات بتاعتي كلها توصل لكم. واللايك بتاعكم بقى لو الاكل بتاعي عجبكم. يلا بقى ندوق حته كده. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد واكله جديده، وسلام يا حبايبي، باي.